السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم معلومة كل يوم. في هذا الفيديو الفريد من نوعه الذي نستعرضه كل 150 فيديو، نستعرضه لإحصائيات القناة من ربح، من مشاهدات، ومن ساعات المشاهدة أيضا. تابعوا معنا هذا الفيديو. ندخل على منصة جوجل كروم، نذهب إلى قناتي على اليوتيوب. تنبثق أمامنا هذه الشاشة لترينا فيديوهاتنا على القناة. طبعا نحن وصلنا إلى الفيديو رقم 600 على قناتنا. نبدأ بتابلو بور، ملخص القناة. هنا نجد ملخص القناة. أولا آخر فيديو تم وضعه على القناة، عدد المشتركين طبعا هو في ارتفاع بالنسبة لي آخر مرة قمت بفيديو من هذا النوع. المشاهدات دائما في ارتفاع، ساعات المشاهدة أيضا في ارتفاع، والأرباح أيضا في ارتفاع كبير مقارنة بآخر فيديو تم عمله لإحصائيات القناة عندما كان القناة فيها 450 فيديو. هذه الفيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر يومين. نذهب إلى الأناليتكس. الأناليتكس نرى عدد المشاهدات. عدد المشاهدات في ارتفاع طبعا في آخر 28 يوم كان لا يتعدى 300 حتى 350 كأقصى تقدير، ولكن الآن هو يرتفع ليصبح 600 و600 فوق 500. ساعات المشاهدة أيضا هي تشهد ارتفاع بعد أن كانت في آخر فيديو قمنا به لا تتعدى الأربعة أو أربعة ونصف ساعة، الآن هي تقارب العشر ساعات كما نشاهد أمامنا. المشتركين أيضا كما قلنا هي في ارتفاع، لا يوجد فيها انخفاض إلا في آخر يومين أين شاهدنا انخفاض واحد أو اثنين فقط. نذهب إلى كوفرتور لنشاهد هنا في هذا الملخص الصغير، نرى أن المشاهدات في آخر يومين فاقت الألف، وكانت قبل يوم من هذا البارحة كانت 1200 مشاهدة، الآن هي في 1000 مشاهدة. تناقص طفيف في المشاهدات طبعا شيء طبيعي جدا، ولكن نشاهد ارتفاع مذهل مقارنة بآخر فيديو تم عمله عندما كانت القناة فيها 450 فيديو، حيث كان لا يتعدى 600 مشاهدة. طبعا القناة في ارتفاع ولو ارتفاع ضئيل، ولكنها في صعود دائما. نذهب إلى التغطية. التغطية لنرى لي زامبريسيون 124000. امبريسيون معناها عدد ظهور الفيديوهات أو الشاشة المصغرة للفيديو للمشاهدين. ظهرت 124 ألف مرة في آخر 28 يوم. طبعا هذا الرقم مرتفع جدا مقارنة بالفيديو الأخير للإحصائيات الأخيرة. نذهب إلى التوتال كليكس، نسبة النقر على كل مشاهدة لقناة المصغرة للصورة المصغرة لكل فيديو، أي في مئة مشاهدة تم النقر سبع نقرات، وهو رقم جيد مقارنة بقنوات عملاقة وتجد فيها التوتال كليكس لا يتعدى 5%. المشاهدات كما قلنا هي في ارتفاع، منحنى مرتفع بإذن الله وسيزيد صعوده بإذن الله. انجاجمون عدد ساعات المشاهدة طبعا هو في ارتفاع كما قلنا في الإحصائيات. هنا نشاهد لفيديو لبلي ريغاردي، الفيديوهات الأكثر مشاهدة هي هذا خمس فيديوهات الأكثر مشاهدة في آخر 28 يوم، وهذه الفيديوهات الأكثر مشاهدة من الفيديوهين الموضوعين في آخر كل فيديو.
معد المشاهدة، معد المشاهدة هو دقيقة وأربع ثواني لكل فيديو. طبعا رقم ليس بالقوي وليس بالضعيف، أيضا هو رقم متوسط. الجمهور audience، الجمهور كما جرت العادة نذهب إلى المشتركين. المشتركين في تزايد كما قلنا، في آخر 3 فيديوهات عملتهم فيديوهات للإحصائيات من هذا النوع، كان المشتركين لا يزيدون وإنما في تناقص، وإنما في تناقص بسبب تغيير محتوى القناة. الآن عند تعود المشاهدين على هذا المحتوى بدأت القناة في الانتشار تدريجيا. نذهب إلى الربح من القناة. الربح من القناة كما نرى هو 2.48 دولار في آخر 28 يوم. ليكتور مونيتيزي، المشاهدات التي ظهر فيها الإعلان هي 1.8، أي 1800 ظهور لل 1800 ظهور للإعلانات في المشاهدات التي تتواجد يوميا، أي 1800 ظهور للإعلان من أصل 10,000 مشاهدة، أي بنسبة قاربت 18 حتى 20%. استعرض هنا المشاهدة الأرباح من آخر الأشهر التي تم فيها تفعيل الدخل. في جانفي تم تفعيل الدخل وربحت منه 0.75 دولار، ثم تناقصت إلى 0.70 دولار. يمكن أن نعزو هذا إلى قصر شهر فبراير مثلا، أي لو كان في فبراير زائد فيه يومين أو ثلاثة لكنا تجاوزنا 0.75 المحققة في شهر جانفي. شهر مارس 0.99 دولار، تقريبا 1 دولار. شهر أبريل المشاهدات وصلت إلى 2.5 دولار. في شهر ماي 2.81، قاربت 3 دولار. وفي شهر جوان، نحن في 12 جوان، وصلنا إلى 1.02 دولار، على الرغم من أنه مدة أسبوع لم يتم رفع أي فيديو على القناة، وهي تحقق الأرباح وبصفة تدريجية تصاعدية بإذن الله. إلى هنا نكون أحبائي قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي يستعرض إحصائيات القناة في آخر في بعد تحقيق بعد رفع 600 فيديو على القناة. نرجو أن تنال إعجابكم بإذن الله، إلى أن نلتقي في فيديو بعد 150 فيديو بإذن الله، أي عندما يكون في القناة 750 فيديو نلتقي لنقوم بفيديو من هذا النوع أيضا. دمتم سالمين.